رند. شكرا لك. ومباشرة بنتقل لضيفي اللي صار جاهز معي في الاستوديو للحديث عن موضوع غاية في الأهمية وعم نسمع عنه بالفترة الأخيرة بوسائل الإعلام بالمحافل العامة وبالمجالس السياسية بشكل كتير كبير، عم نسمع عن اللامركزية أو قانون اللامركزية، وفي حالة من الغموض حقيقة عند الناس، يقول لك يعني شو هالمفهوم اللي كتير عم بنحكى عنه بالفترة الأخيرة، المركزية واللامركزية. بنحب بجوز من خلال برنامج يوم جديد أنه نضيف لثقافة الناس أكثر بشكل مبسط حقيقة، لنفهم نحن وكإعلاميين كمان، يعني بهمنا إحنا أيضا يعني بالفترة المقبلة مع إقرار قانون اللامركزية أن نكون أيضا على اطلاع بهذا المفهوم، يكونوا الناس أيضا فاهمين شو هو هذا الموضوع وكيف بيأثر على حياتهم، لأنه اللامركزية تحديدا على فكرة هي بتأثر على حياة كل شخص فينا بتفاصيله، بتفاصيل حياته اليومية، بمكان عيشه، برزقه، بعمله، بتعليم أولاده. فاليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتور زيد المحيسن، المستشار والكاتب في القضايا العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور زيد. شكرا لك. صباح الخير. صباح النور. اسمحي لي في البداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى أسرة التلفزيون الأردني. شكرا. وإلى هذا البرنامج، وأيضا أصبح على السادة المشاهدين الكرام وأستفتح بالذي هو خير. حقيقة قبل ما نتحدث عن اللامركزية علينا أولا أن نمهد بمقدمة بسيطة عن المركزية. ماذا تعني المركزية؟ أوكي. عرف السياق التاريخي العالمي هناك نظامين في التنظيم الإداري. النظام الأول اللي هو تركيز السلطة، نعم، في نقطة ما، والنظام الثاني توزيع هذه السلطة. نعم. خليني أضرب مثال بسيط. هلأ مرات إحنا نسأل بعضنا شو رأيك في مديرك، رأساً بيقول لك هذا مديري مركزي والله. يعني ماذا يعني أنه مركزي؟ يعني كل الصلاحيات، كل الوظائف حاطها بإيده، مش راضي يعمل ديليجيت، تفويض للآخرين حتى يقوم بهذا العمل. هذه أسوأ أنواع الإدارة حالياً. لا شك في ذلك. عدا عن ذلك، هذه عبارة عن ثقافة. نفس الشغلة الدول. في بداية نشوء الدول تبدأ الدولة بمركزية السلطة. والسبب في ذلك واضح. أولاً ما فيش عندها موارد، فيش عندها كوادر بشرية. لذلك وأيضا الدول الواسعة بتخاف من عمليات الانفصال. فلذلك تمركز كل السلطة والقرار في العاصمة، في المركز، في المركز. هذا والمركزية الآن لها زي ما تقول شقين. شق بسموه عدم التركيز الإداري. نعم. اللي هي دي كونسنتريشن. وفي أيضا أو المركزية المخففة والمركزية المشددة. المركزية المشددة مثال عليها، على سبيل المثال أنت ساكنة في المفرق بدك ترجع على عمان مشان تحصل على شهادة الميلاد. نعم. وهذا بأخذ منك جهد طبعا، بأخذ منك وقت، بأخذ منك مال طبعا. هذه انتهت. إحنا في الأردن الآن نشتغل على اسمه عدم التركيز الإداري. صحيح. هذا اللي موجود. نعم. لكن نظرا لوجود المفاهيم الجديدة اللي بتطالب أنه إشراك المواطن في صنع القرار بالفعل، مفاهيم الديمقراطية، مفاهيم حقوق الإنسان، كل هذه المفاهيم، ثورة المعلومات والتكنولوجيا. نعم. أدت أنه في هذه المفاهيم يجب أن تتطور معها مفاهيم إدارية. بالضبط. لذلك ظهر مفهوم اللامركزية. اللامركزية الآن هو أن تقوم الدولة بتفويض جزء من صلاحياتها إلى الأطراف. يعني هي قبل كل شيء موجود في المركز اللي هي في العاصمة. بالضبط. أي نشاط بدك تحصل عليه مع قادة العاصمة ومع إدارية العاصمة. نعم. الآن اللامركزية بدنا نأخذ من وظيفة الدولة الإدارية ونوزعها على المحافظات. عندنا في الأردن 12 محافظة بدنا نوزع هذه الصلاحيات. لذلك صدر قانون اللي هو رقمه 49 سنة 2015، يقال القانون اللامركزية. هذا القانون حقيقة اللي صدر راح يعمل عندنا عبارة أول شيء عن برلمان مصغر اسمه برلمان المحافظة. راح ننتخب في كل محافظة مجموعة من الأشخاص. هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن الرقابة المجلس التنفيذي. راح يكون في مجلس أيضا دكتور عبر المجالس البلدية راح يكونوا ولا شيء ولا صيغة أخرى؟ لا لا، هذه زي ما تقولي راح يكون عندنا كالتالي. مجالس شعبية. أول شيء البلديات هذه لها مجالس الخاصة. بعدين بأتي مجلس المحافظة أعلى شوي. أوكي. وضمن صلاحيات. أوكي. أعلى ضمن وظائف أحدث أجدد. الوظائف اللي ما بتكون فيها البلدية راح تكون المجالس
لمجالس المحافظات هي اللي بتعملها. أوكي. يعني أوكي. على سبيل المثال خلينا أول شيء نعطي نوضح، البلديات بتبدأ في أعمالها من عملية النظافة من الخدماتية إلى من النظافة إلى الثقافة المجتمع. انتهينا منها. هلأ في شيء أعلى شوي. هلأ الدوائر الدولي المنتشرة الآن في محافظات المملكة، المديريات هذول سووهن مجلس تحت اسم مجلس تنفيذي. والشعب راح ينتخب مجموعة يسموه مجلس محافظة يراقب عمل الدوائر الحكومية. يعني في حكومة مصغرة وفي مجلس نواب مصغر في داخل المحافظة. بالضبط. وهذا الغاية منه. لاحظ احنا في خطاب الموازنة نوابنا بيمضوا وقتهم كامل وهم بيحكوا بدنا مدرسة وبدنا مركز صحي وبدنا مثلا مدينة وشوارع رياضية وشوارع في المحافظة الفلانية. هذا ضيع الجهد المركزي. يعني في بتشتت الجهد المركزي في قضايا لا مركزية. عشان هيك ضيع عمل النائب الحقيقي. عمل النائب الحقيقي هو أن يعمل على التشريع ويراقب الإداء الحكومي فقط. ليس له العمل الخدماتي البسيط. خدماتي بتحله في المحافظة. الآن وجود هذا القانون وهذا بصير يعزز فكرة أنه إحنا بدنا نائب وطن وليس نائب خدمات. أيوة. لما إحنا بننتقل لللامركزية. نعم. لما ننتقل لللامركزية راح إحنا ننتخب نواب في المحافظة هم اللي يمثلونا مشان نطالب الخدمات، نطالب في مدارس، نطالب في مراكز صحية. نعم. حاجاتنا بدل ما نطلع على العاصمة مشان كل صغيرة وكبيرة نأخذها. قديش في مواطنين تعطلوا بأنه والله قصتك بعمان بتنحل؟ لا لا في قصص مضحكة كمان وأنا راح أوريد لك بعضها. يعني بعضهم من محافظة الطفيلة كان مسكين مشان بده يطلع يصدق معاملة كان يأتي إلى عمان. ما يصير واصل وين الدوام ينتهي. حرام. وين بده يروح؟ دور فندق ينام فيه أو واحد قرابة له طرف قرابة ينام عنده. بالفعل. وهذا ثاني يوم بده يجي ممكن يكون غايب المسؤول. فبده ينجبر كمان يقعد يوم ثاني. حتى بتعرف دكتور على مستوى مثلا محافظة معينة عندها مشكلة تحتاج إلى قرار مالي سريع. يعني بدنا نضلنا إحنا نستنى المركز لياخذ هذا القرار والإجراءات البيروقراطية المختلفة والتراتبية الإدارية لحتى تنحل هاي المشكلة. اللامركزية عم بتفوض أو بتعطي صلاحيات لهؤلاء إنه يتخذ القرار. خلص هو يتخذ القرار. بالضبط زي المثال الأول اللي ضربته إنه في مؤسسات القرار الأول والأخير بيد المدير والباقيين هيك محطوطين مناظر إكسسوارات. يعني إكسسوارات بينما لما يعطوا صلاحياتهم خلص كل دائرة بتمشي بما يلزم وبقرارها المستقل وبميزانيتها ربما المستقلة. يعني أنت تخيلي بعض المدراء ملتهي بتوقيع إجازات ومغادرات تخيلنا. وتارك عمله الأصلي كمدير. المدير عمله الأصلي هو يخطط ويرسم استراتيجيات. بالفعل. نفس الشغلة إحنا مجلس نوابنا بدل ما يعمل لنا تشريع ويعمل لنا رقابة حكومية راكب طول هان براجع دوائر الدولة مشان يعين فلان مشان بدنا مركز صحي وبدنا مدرسة. هذا كلام يجب أن يحل وينتهي. طيب. يجب كل واحد أن يأخذ الاختصاص تبعه. هلا سؤال مهم دكتور زيد. إحنا مقبلين على يعني خلص هذا القانون سيقر يعني الخطة بأنه هذا القانون سيكون موجودا على أرض الواقع. هو وجد إن شاء الله. هل نحن جاهزون لاستقبال اللامركزية؟ هذا المجالس مدربة، القادة مدربون، الصلاحيات فعلا موجودة على أرض الواقع. هل برأيك أنت كاتب كتب في موضوع اللامركزية؟ نعم صحيح. إحنا جاهزين لهذا. أول من تحدث عنه أنا في 2011. التحول هذا كتبت عنه وهذا الكتاب إن شاء الله نقدمه هدية لكم. برنامجك اليوم هو جزء من التوعية. طبعا طبعا. والإعلام عليه أولا دور ومسؤول كبير في توعية أول شيء المواطنين إنه لأهمية هذا القانون. اثنين كوادر الدولة يجب أن يبدأ الآن تدريبهم لأنه قد يكون عندنا أفضل تشريعات لكن بالزبط. أسوأ منفذين. بالزبط. قوانين احنا ما عندناش مشكله بالقوانين عندنا احسن بضاعه في التشريع لكن اسوأ ناس ينفذ في التنفيذ. فلذلك يجب الان ان نبدا ان نبحث عن الكوادر ونقوم بتدريبها. الحمد لله في عندنا معهد اداره الاداره الوطني موجود هذا المعهد وممكن يدرب الكوادر لكن علينا ان نسرع الخطى. يعني قبل ما نسقط هذا القانون على الارض يجب ان نبدا بالتدريب تدريب كوادرنا لانه اذا تم تدريب الكوادر ووجود هذا القانون حقيقة إن شاء الله أن المواطن سيشهد نقلة نوعية في صح. أول شيء الخدمات وأن حاجاته تلبى داخل محافظته وسيوفر عليها الكثير من الوقت والجهد والمال.
بالفعل بالفعل. هلا في مشاكل باللامركزيه، انا مثلا كنت عم اقرا عن هذا الموضوع، هلا بدول ثانيه فيها اختلافات اثنيه، فيها اختلافات عرقيه، ممكن يصير في نزعه الاستقلال بعد. هذا مش موجود عندنا والحمد لله، يعني احنا عندنا تركيبه واحده نوعا ما ديموغرافيه في هذه الوحده الوطنيه. بس في خوف ثاني له علاقه بانه تتشتت الجهود بشكل بدل ما يعني يخف الجهد ودفع المال والميزانيات يزداد هذا الشيء إذا ما تشتت الجهد بالمناطق المختلفة والمحافظات بشكل غير مدروس. هذا اللي بيجوز يخشى. أنت ذكرتي نقطتين مهمات. أول شيء هو اللامركزية ممتاز إذا في هناك تعددية في إطار الوحدة. نعم. هذا بحل مشاكل بعض الأقليات ولكن مش موجودة في بلدنا الحمد لله. الحمد يعني لله. هذا هو حل لبعض المناطق، مثلا إذا شفت العراقي عنده إثنيات لا مركزية لكن في إطار وحدة الدولة. بالضبط. كردستان. هذا أنت بتعطيه أنت حقه يمارس نشاطاته في داخل إقليمه لكنه ضمن إطار سيادة الدولة الواحدة. بالضبط. هذا من فوائده. هذا مش موجود عندنا الحمد لله. لله. إحنا النسيج الوطني واحد. صحيح. كلياتنا وما في عندنا أي مشاكل بنعاني منها. إحنا كل الغاية إن بدنا ننقل شوي من الوظيفة الإدارية تبعت الدولة للمناطق حتى نسهل على المواطن، نخفف عليه الأعباء. وفي نفس الوقت انت بتخفف على الدوله على المركز نفسه. يعني المركز نفسه بلاش يشغل حاله في بعض القضايا البسيطه اللي بتنحل في داخل المحافظه. ليش انا اطلع على عمان كل صغيره وكبيره اطلع على عمان؟ انا بدي افوضك هون وبدي ادربك واعطيك صلاحيات. الاداره كل انتين في العالم ترين ذا بيبل اند ديليجيت، درب الناس واعطيهم صلاحيات هذه الاداره وهذا المفهوم اللي وصلوا الناس له كله. واترك الوزير يشتغل وزير مش يشتغل موقع إجازات اترك المدير يشتغل مدير وبعدين كل واحد تزفيت. كل واحد يعطيه صلاحيته اللي يشتغل فيها. لذلك انت لا تحاول انك تاخذ كل الصلاحيات كامل. النقطه الثانيه الجوهريه حتى ننجح هذا كمان القانون، علينا اولا انه هذا التشريع يصدر انظمه وفي نفس الوقت مع التدريب ونضعه تحت دائما المرصد. وين أخطأنا حتى في المستقبل نبدأ في تعديل هذا القانون. صحيح. لما فيه أفضل حتى نصل إلى ما يسمى بالإدارة المحلية. صحيح. وقادة الإدارات اللامركزية في بلدان العالم كنا أنا وياك عم نحكي قديهم مهمين. لا شك. شيراك كان رئيس بلدية باريس يعني. أستاذ عبد الرؤوف الرهبي رئيس وزراء. يعني من الأهمية بمكان أنه يكون لهم فعلا هذه الشخصية الاعتبارية اللي تقدر فيما بعد لما سيدي أنه هي أصلا النقطة أو النواة الأولى في التدريب على الديمقراطية وعلى الشراكة الشعبية والمشاركة الشعبية في صنع القرار هي البلدية، بعدين تنتقل أنت الآن إلى المجلس المحلي اللي هو المجلس المحافظة، تخرج إلى البرلمان بعد فترة وأنت تعرف هموم الناس وأنت تدربت أصلاً على العملية السياسية كاملة كيف تسوق حالك. أنت لاحظي أمثلة بسيطة، إحنا مشان الإخوان المشاهدين بثقافة متعددة يفهموا علينا. لحظة بيع البندورة كيف بيسوق حاله؟ بيجيب حبة البندورة بظل يمسح فيها حمراء يا بندورة كذا. فنفس الشغلة هذول كيف بيسوق حاله إنه خليك تنتخبيني؟ طبعا أنا كيف أستطيع أقنعك كيف أقنعك تنتخبيني عضو في المجلس المحافظة بكرة؟ لذلك بدي أتدرب على الكوميونيكيشن سكيل، مهارات المفاوضات، التخاطب. لذلك يجب أن يكون النزاهة، الشفافية، مكاشفة، سياسة الباب المفتوح. لا شك فيه. يعني هاي كلها كمان متطلبات لقائد لا مركزي جدير فعلا أنه الناس تحط ثقتهم فيه. يجب أن نضع شروط لها، يعني لا نكتفي فقط أن يحسن القراءة والكتابة. طبعا لا، بدنا إياه الآن الحمد لله. إحنا في 2030 سنحتفل بآخر أمي في الأردن عندنا ثورة تعليمية الحمد لله في جميع المجالات، لكن نريد أيضا شروط للعضو اللي بده يكون في هذا المجلس. مش جاي مشان تكيه يقعد فيها، لا، بدنا اياه يشتغل، بدنا ينمي، بدنا يجيب لنا استثمارات، بدنا يشعر المواطن انه حقيقه محافظته عم تتغير. تتغير نفس الافضل. يا ريت هيك نشوف هذا التنافس الجميل، يعني بكره بس يصير في فعلا تطبيق لقانون اللامركزيه، انه والله عم نشوف مثلا هاي المحافظه عم تنتقل لشيء كثير كويس نتيجه مثلا القائد الموجود فيها او مجموعه المجالس المحافظات اللي موجوده فيها. فان شاء الله انه بكون الغد مشرق إن شاء الله. وأنا متفائل حقيقة إذا عندنا القانون الآن بغض النظر إذا فيه له عليه نظرة، لكنه عندما يسقط إلى واقع التطبيق سنرى إذا في هناك ثغرات ممكن تعديله. صح. اثنين،
الكوادر اللي في المجلس الثاني اللي هو المجلس التنفيذي اللي هم المديريات اللي تابعات للوزارات، هذول كمان يجب أن إعادة تأهيلهم حتى يتماشوا مع العصر. فإذا توفر عندك مجلس رقابة اللي هو مجلس المحافظة بيراقب إدائهم، راح يصير هم حقيقة يغيروا، إنه في ناس صار يحاسبهم طبعاً. صار إدائهم راح يتغير. اثنين ميزانياتهم راح تصير تسأليهم وين أنتم ميزانياتكم؟ محاسبة أنت يعني. والله عندك ميزانية لمديرية الزراعة في محافظة السلط، وين رحت فيها؟ بالزبط. وين شجرت؟ تعفرجيني. هذا المجلس راح يحاسب كل واحد، يحاسبهم بالفعل تماما. وهي كمان يعني هي من أهم تجليات الديمقراطية بالعصر الحديث، موضوع اللامركزية اللي يحس كل مواطن من المواطنين أنه هو شريك في صنع القرار، وهو متساوي مع غيره من المراكز بمكتسبات التنمية. هذا كثير مهم. دكتور زيد، الحديث يطول أعرف ذلك، وأنت عندك كثير من الحديث حول هذا الموضوع. أشكر المعرفة اللي قدمت لنا إياها لهذا الصباح. شكرا جزيلا دكتور زيد المحيط. شكرا لكم وشكرا لأسرة البرنامج، مرة ثانية للتلفزيون وقناة المشاهدين. ميت أهلا وسهلا. مباشرة إحنا أعزائنا المشاهدين رح ننتقل لهذا التقرير اللي أعده لنا زميلنا يوسف أدلو حول أسبوع الفيلم.